وبما أن البشر غير قادرين على التدخل في الملوثات الطبيعية ككثافة الغاز في الأرض أو نقص السحب، ينبغي بالتالي الحد على الأقل من الملوثات التي نتسبب بها. ليال الضوء، صباح الخير يا عرب. مستقبل الناشط البيئي ساتيش سيخا. ساتيش هو من أصول هندية ولكن عاش حياته كلها في كندا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. You're welcome. ساتيش، خبرني أولا عن ليش عم تدافع عن البيئة بهذه الطريقة؟ لماذا أخذت هذا المسار ومحاربة ما يعرف بالاحتباس الحراري؟ لأبسط الأمور، فأنا كنت أعمل على رعاية الصحة، وأنا أتي من أسرة تعتني بالصحة، وكنت بالتالي أقلق حول الأجيال التالية وحياتهم وصحتهم وأسلوب الحياة ومدى كمية الأكسجين المتوفرة وانبعاث ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي شعرت أن علي أن أفعل شيء من جانبي، وهذه حصتي في المسؤولية، هي مسؤولية الجميع، لكن أنا شخصيا أريد أن أفعل شيء، وهذا هو ما دفعني لبدء المشروع. عظيم. من خلال رحلاتك المتعددة لعدة دول، هل تلمست في وعي عند الناس بخطورة الاحتباس الحراري عليهم وعلى الأجيال المقبلة أيضا؟ هل تتفاوت هذه النسب من بلد إلى آخر؟ نعم، كثير من الدول، وعندما أزور الدول ليس كل الناس يعرفون كل ما يتعلق بهذه المسألة. هناك كثير من الناس يهتمون بالحياة الصحية وهم يطالبون بمزيد من الأشجار ويريدون توفر هذا الأكسجين في الحياة، وبالتالي المباني العالية قد تحول ذلك، وبالتالي أيضا هذه مسألة تتطور بشكل مختلف وأصبحت عقيدة لدى كثير من الناس ضد العالم التكنولوجي المتقدم. طيب، من خلال رحلاتك عم تحاول جمع رسائل على أقمشة، عندك هدف رح تخبرنا عنها، بس أنت عم تحكي رح نوقف ونشوف كمان هذه الرسائل اللي عم تجمعها. ساتيش، بليز Tell me more about it. So what actually I'm doing is ما أفعله هنا هو أنني في تجوالي حول العالم، وبدأت من تورونتو. كل شخص يكتب رسالة، هذه من الحرير الطبيعي المحوك يدويا، وهي رسالة على قماش طوله يارد، وبالتالي أجمعها لأجمع ما يغطي مساحة كيلومتر كامل، وأجعل رسالة الجميع واضحة وتصبح مسموعة. ولدي رسالة أخرى، هذه ترونها وترون الرسالة المكتوبة، وهم يتابعون ما يحدث، وهم واعين للقضية، وهم يكتبون دون أن أطلب منهم، والأطفال أيضا أكثر اهتماما بما يفعلونه في هذه التجربة. جمعت هذه الرسائل وسجمعها من مختلف الدول وسأحيكها لتصبح قطعة واحدة، وسأصل إلى القطب الشمالي، أي القطب الجنوبي عفوا، وهذه المنطقة هي مهمة، وأريد أن أركز على أهمية المنطقة الباردة تلك، ووجودنا يتعلق بوجود تلك المنطقة الباردة المتجمدة، فهي توفر لنا كل الإمكانات، ويجب أن لا نكون أنانيين. بالتالي نأخذ الرسالة من القطب الجنوبي، ومن ثم سأنتقل من دولة إلى أخرى وإلى عواصم كبيرة، ولأثقف أطفال المدارس حول هذه المسألة وكيف نخدم البيئة، وأسلط على هذا الأمر من مدينة تلو الأخرى. آخر ما سأفعله هو في القطب الشمالي، إذا من القطب الجنوبي إلى الشمالي. الرسائل شفناها هي من دول عربية، الأولى من دمشق والثانية من دبي. باختصار لو سمحت، كيف نحن كأفراد ممكن بطريقة بسيطة أن نساهم في تقليل من الاحتباس الحراري باقتضاب شديد؟
نعم، هذه مسألة يمكن أن نساهم فيها كثيرا. كل منا يقوم بشيء بسيط، إلا أنه يمكن أن يسهم بشكل كبير. يجب ألا نبقي الأضواء طوال النهار، ويجب أن نزيل كل الأسلاك من الكهرباء من الحائط ومن الإبريز في الحائط، وبالتالي هذه أمور جعلتنا نصبح كسولين. أسلوب الحياة جعلنا كسولين. فمثلا إذا كنت ستذهب إلى مكان قريب، لا تأخذ السيارة بل امشي إلى هذا المكان واصعد على السلم وليس بالمصعد الإلكتروني. هذه أمور أساسية يمكن أن نفعلها، وهي تلعب دور أساسي في حياتنا لنصبح صحيين أكثر. And this is not good for global warming. طباعة الأوراق. I thank you. الناشط البيئي ساتيش سيخا. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. Thank you. You're welcome. على الرغم من الأزمة المالية العالمية وفقدان